اسباب الدوله، مفيش فرص عمل، مواصلات زفت، يعني مفيش الظروف الاقتصاديه عموما، يعني مفيش حاجه تدل، ومفيش اماكن رفاهيه، يعني مفيش فلوس ومفيش اماكن رفاهيه في مصر. يعني انت بتحب تخرج هتروح فين؟ انت ما عندكش غير مولات، والمولات دي لللبس، انت تروح تاكل وتلبس وتخرج بس، ومفيش اماكن رفاهيه، او مفيش اصلا وقت ان الناس دي تعمل رفاهيه. الناس دي بتبقى مطحونه طول الاسبوع وطول الشهر، ما عندهمش وقت اللي هو مثلا ويك اند ولا الكلام ده، يعني ان هو يروح اصلا في مكان الله يفكر، بيبقى مطحون طول الاسبوع والشهر اللي هو بيفكر اليوم اللي ياخده ينام فيه. ده بتبقى حاجه من جوه البني ادم، ازاي يبقى سعيد، ازاي يبقى حزين. احنا بقينا بعيدين كل البعد عن ربنا، مفيش حد بيصلي، مفيش حد بيصوم، مفيش حد بيعمل اي حاجه، وده بدايه كل حاجه بايظه في حياتنا. البداية تبقى مننا، احنا اللي عايزين نفسنا تعساء، احنا اللي مش بنرضى بقضاء ربنا ولا بنرضى بقليلنا. مش هقول ان احنا لازم نرضى بقليلنا وما نتقدمش، لا نتقدم ونبص لقدام، بس في نفس الوقت نبقى عندنا رضا. يعني مثلا انا واحد وسط الشباب، لا انا مش نازل شغل عشان انا باخد 1000 جنيه بس. طب ما ممكن تترقى وتاخد 1000 مثلا حاجة اكيدة. شايف ايه الاسباب؟ طب انت شايف اسباب كتير، زي تعليم، ثانوية عامة، ديت يعني الواحد ما حلمه في حاجة فوديته حاجة تانية خالص. احنا ذاكرنا واجتهدنا وفي الاخر يجي مصحح يعلم غلط. شايفة ناس كويسين، يعني ناس شايفة ناس سعداء كتير، الدراسة دي فاشلة. الحمد لله، ليه لا؟ الحمد لله، يعني ربنا الواحد برضه يرضى بقضاء ربنا ويرضى بكل حاجة، لأن كله بأمر الله. يعني اسباب الدولة، مفيش فرص عمل، مواصلات زفت، يعني مفيش الظروف الاقتصاديه عموما، يعني مفيش حاجه تدل، ومفيش اماكن رفاهيه، يعني مفيش فلوس ومفيش اماكن رفاهيه في مصر. يعني انت بتحب تخرج هتروح فين؟ انت ما عندكش غير مولات، والمولات دي لللبس، انت تروح تاكل وتلبس وتخرج بس، ومفيش اماكن رفاهيه، او مفيش اصلا وقت ان الناس دي تعمل رفاهيه. الناس دي بتبقى مطحونه طول الاسبوع وطول الشهر، ما عندهمش وقت اللي هو مثلا ويك اند ولا الكلام ده، يعني ان هو يروح اصلا في مكان الله يفكر، بيبقى مطحون طول الاسبوع والشهر اللي هو بيفكر اليوم اللي ياخده ينام فيه. ده بتبقى حاجه من جوه البني ادم، ازاي يبقى سعيد، ازاي يبقى حزين. احنا بقينا بعيدين كل البعد عن ربنا، مفيش حد بيصلي، مفيش حد بيصوم، مفيش حد بيعمل اي حاجه، وده بدايه كل حاجه بايظه في حياتنا. البداية تبقى مننا، احنا اللي عايزين نفسنا تعساء، احنا اللي مش بنرضى بقضاء ربنا ولا بنرضى بقليلنا. مش هقول ان احنا لازم نرضى بقليلنا وما نتقدمش، لا نتقدم ونبص لقدام، بس في نفس الوقت نبقى عندنا رضا. يعني مثلا انا واحد وسط الشباب، لا انا مش نازل شغل عشان انا باخد 1000 جنيه بس. طب ما ممكن تترقى وتاخد 1000 مثلا حاجة اكيدة. شايف ايه الاسباب؟ طب انت شايف اسباب كتير، زي تعليم، ثانوية عامة، ديت يعني الواحد ما حلمه في حاجة فوديته حاجة تانية خالص. احنا ذاكرنا واجتهدنا وفي الاخر يجي مصحح يعلم غلط. شايفة ناس كويسين، يعني ناس شايفة ناس سعداء كتير، الدراسة دي فاشلة. الحمد لله، ليه لا؟ الحمد لله، يعني ربنا الواحد برضه يرضى بقضاء ربنا ويرضى بكل حاجة، لأن كله